زميل عباس، لازلنا متواصلين معكم من محافظة البصرة وتحديدا منفذ الشلامشة. المختلف اليوم هو تواجدنا في طريق المغادرين، الزائرين المغادرين المتجهين نحو الجمهورية الإسلامية في إيران. هؤلاء الذين أتموا الزيارة، زيارة الإمام الحسين بنية الأربعين، ليفسحوا المجال سواء إلى الركب الجنوبي الذي وصل طلاعه إلى مدينة كربلاء المقدسة، أو إلى الزوار الإيرانيين الذين لا زالوا يتدفقون من الجهة الثانية، جهة المنفذ المقابلة وهي جهة الدخول، التي لا زال أعداد آلاف عشرات آلاف الزوار يتدفقون من منفذ الشلامشة نحو مرآب السيارات في الشلامشة ليفوجوا إلى مدينة كربلاء المقدسة مباشرة من منفذ الشلامشة، أو يفوجوا إلى المرآب الرئيسي في محافظة البصرة في ساعة السعد، ومن ثم إلى محافظة كربلاء المقدسة. شوفوا ما شاء الله هنا في طريق العودة المواكب موجودة حتى بطريق العودة. الآلاف، ليس الآلاف، عشرات الآلاف. وصل العدد تقريبا إلى 75,000 زائر. وصل عدد المغادرين ليوم أمس جلهم من الزوار الإيرانيين. لذلك كذلك نشهد جنسيات أخرى من جمهورية أفغانستان والهند وباكستان وجنسيات أخرى. المواكب منتشرة. نعم زميلي عباس، في طرق العودة. عودة السلام عليكم، قواك الله، نشوفك تقدم للزوار الايراني، وانت تقريبا اخر موكب من الدخول. الحمد لله والشكر، احنا اخر موكب، موكب طريق الحق بالمنفذ الشلامشه مال الخروج الداخل الى ايران. نتشرف بخدمه هذه الزائرين، ونتشرف بكل زائر عراقي، زائر ايراني، اي زائر اي جهه تجي نتشرف بخدمتها. واحنا شو تقول لهم هذا كلامك؟ والله صراحه نقول لهم اهلا وسهلا، حياكم الله، خوش ومدي، اخر نقطه ماي، اخر كاسه ماي عراقيه راح تشربها بالمنفذ العراقي، اخر نقطه، لان احنا اخر نقطه منه للختم العراقي. نتشرف بهم، واهلا وسهلا ومرحبا. احسنتم. خوش ومدي، اهلا وسهلا. نعم زميلي عباس، كما تشاهدون الخدم، خدم المواكب منتشرون على طرق الزائرين القادم. هذا الطريق لا يمكن، تفضل، لا يمكن للمركبات ان تمر من خلاله لضمان انسيابيه دخول الزائرين. فتقريبا الزوار يقطعون مسافه 500 متر او اكثر بقليل سيرا على الاقدام الى المنفذ. عاليه دخول الزائرين، هذه الطريق الزائرين المغادرين شلون تتم من خلال تواجدك بهذا الموقع ومتابعتك لعمل الجهات المعنيه المختصه؟ نعم، امام تقريبا امامي ببعض الامتار يذهب الزوار الى تدقيق جوازاتهم واوراقهم الثبوتيه، ومن ثم مباشره يتوجهوا الى جمهوريه ايران الاسلاميه. ضاعفت هيئه منافذ الحدوديه عدد الكوادر وكذلك عدد الكابينات الموجوده في جهه الدخول، لان عدد الزائرين ضاعفت هذه الاعداد قياسا بعدد الزائرين المغادرين من المنفذ قد ازداد، فضاعفت هذه نعم ضاعفت الأعداد وكذلك الكوادر لتواكب أعداد الزائرين الوافدين من جهة المغادرة إلى جمهورية إيران، كذلك الجهد الخدمي والجهد الصحي وكذلك الأمني بوتيرة متصاعدة لمواكبة أعداد الزائرين الوافدين من المنفذ، سواء المغادرين وكذلك الذين لا زالوا يتوافدون إلى منفذ الشلامشة إلى كربلاء المقدسة.